السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اقول لك ازاي تقدر تفتح اعدادات الراوتر. كتير مننا مش عارف ازاي يقدر يدخل على الاعدادات، لكن الفترات الاخيرة لما تيجي تخش على اعدادات الراوتر من عن طريق جوجل كروم او تخش على الفايرفوكس مش بيفتح معاك. لكن انا جايب لك طريقة يعني جميلة جدا، او التطبيق الوحيد هو اللي يقدر يفتح معاك اعدادات الراوتر، واللي هنشوفه معانا في الشرح ده. تعالى بينا كده، تنزل على الرابط اللي موجود في الوصف او التعليقات، بتنزل التطبيق ده وبتضغط عليه كده ضغطه واحده، واقول لك ازاي من هنا تقدر تدخل على اعدادات الراوتر علشان تقدر تغير الباسورد وبتغير اي حاجه انت عاوزها في الراوتر. بعد كده انا بتضغط علي عند كلمه ابحث او ادخل عنوان، بتضغط ضغطه هنا كده وبتكتب فوق هنا 192.168.1.1. هكتبها معاكم كده تاني، 192.168.1.1، وبتضغط كده على انتر. هو بياخد معاك فتره كده ممكن نقول دقيقه على ما يبدا يفتح معاك صفحه اعدادات الراوتر. لو ما فتحش معاك هقول لك هتعمل ايه في الشرح ده. بيقول لك هنا اكمل المتصفح او اكمل التصفح تحت هنا، يعني بعد دقيقه ظهر الاعدادات دي او ظهر القائمه دي. لو ما فتحش معاك ممكن تضغط على كلمة تشخيص، ممكن يجي لك كلمة تشخيص وتعمل استكمال وبيبدأ يعد معاك لحد ما يفتح لك برضو نفس الصفحة دي. من هنا بقى بتدخل هنا بتكتب اليوزر نيم بتاعك، شوف انت الراوتر بتاعك شوف تبع ايه هو، تمام. ومن هنا بتقدر تكتب الباسورد عادي، طبعا ده كل ده سبول، وبعد كده بتكتب هنا الباسورد. تمام، بعد كده يفتح معاك الراوتر اعدادات الراوتر بالشكل ده. تقدر بقى تعمل فيه اللي انت عاوزه بقى، عايز تعمل ريستارت الراوتر، عاوز تجدد حاجه في الراوتر، عايز تغير الباسورد، ممكن تغير باسورد كمان من هنا، تضغط ضغطه واحده كده هنا تعرف الباسورد اهو، بمجرد ما تضغط على شو باسورد على طول بيفتح معاك. طب ترجع كمان خطوه كده وتعرف الاجهزه اللي موجوده عندك على الراوتر، والحاجات دي ان شاء الله هيبقى ليها شرح تاني باذن الله قريب. وبكده انا شرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. ما تنساش تضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هقول لك تقدر ازاي تسرع النت عندك لو هو بطيء شوية. ومع السلامة.